الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بمشيئة الله تعالى وبمنه وكرمه وفضله وتوفيقه في شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث للإمام ابن الجزري، وكان هذا بعد تيسير المولى تبارك وتعالى علينا وعليكم في شرح الشاطبية. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يمن علينا فتكمل كما قال الإمام. وهذه البداية بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم، هو اليوم الثاني من شهر جمادة الأولى لعام 1434 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 14 من شهر مارس لعام 2013. نسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر علينا وعليكم هذا العمل، وأن يمن علينا بإتمامه. هذه المنظومة نظمت في القراءات الثلاث المتممة للعشرة، وليس لسنا بصدد الكلام عن هذه القراءات ومدى صحتها وكذا وكذا، لأن هذا الأمر قد حسمه أسيادنا العلماء فيما سبق، سواء كانوا الفقهاء أو المفسرون أو غيرهم من أئمة الأمة. فإن القراءات التي وصلت إلينا سواء كانت سبعية أو عشرية فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلة السند. وليس معنى أن اختار العلماء من بين أئمة القراءات هؤلاء العشرة الذين نقلوا لنا القراءات، لا، هناك الكثير ممن نقل القراءات الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم اصطفوا من بين هؤلاء العشرة، اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. هؤلاء اتفق الجميع عليهم، وهم الذين ذكرهم الإمام الشاطبي تبعا للإمام الداني تبعا للإمام ابن مجاهد في كتاب السبعة. وحتى إن العلماء المهتمين بهذا الشأن قالوا في كتاب السبعة، يعني درءا للتوهم، يا ليته ما سبع السبعة، لأن البعض يعني يفهم من هذا أنها محصورة ومقصورة القراءات على هؤلاء السبعة، أو يكون المفهوم إني هو ده لفظ الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن على سبعة أحرف. ولكن من نقل القراءات من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر القرون والدهور أعداد لا تحصى، إنما هؤلاء اللي هو قال عنهم الإمام الشاطبي تخيرهم نقادهم كل بارع، لأنه هو بيقول لك إيه لنا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. هي يعني هو اختاروا الإمام ابن مجاهد في اختياره، حب يأخذ من الأقطار الإسلامية، أخذ من مكة وأخذ من المدينة وأخذ من الكوفة وأخذ من البصرة وأخذ من الشام، على أساس يطوق المجتمع الإسلامي، يعني أراد أن يأخذ من كل مدرسة من مدارس الإقراء التي كانت في ذلك العصر. وليس معنى هذا كما سيأتي في كلام الإمام ابن الجزري في مقدمة تحبير التيسير إني
الفهم الخاطئ للبعض إن هي محصورة ومقصورة على هؤلاء السبعة. وكما قلت كثيرا إن معنى إن نقول قراءة نافع أو قراءة ابن كثير مش من عند نافع ولا من عند ابن كثير، أهدي بالضبط كده نقول زي إيه؟ أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، هو البخاري جاء بهذه الأحاديث من عنده، ولكن الأحاديث التي جمعها البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نسبت هذه الأحاديث إلى البخاري كونه جامع ليه؟ جامع لهذه الإيه؟ لهذه الأحاديث. كذلك القراءات التي وصلت إلينا، ما نسب إلى الإمام نافع أو ما نسب إلى الإمام ابن كثير أو غيره من أئمة القراءات اللي هو جمعها بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا نسبت إيه؟ نسبت إليه، وغيره نقلها. يعني نفس القراءة دي، يعني افتكروا كده وإحنا بنأخذ تراجم الإيه؟ القراء. وإلا فقد شرط التواتر أحبتي، لو المسألة مقصورة على إيه؟ هو إيه؟ إيه التواتر؟ ما رواه إيه؟ جمع عن جمع، مش كده ولا إيه؟ طب لما تبقى المسألة مقصورة على واحد فانتهى ومبتدأ الأسانيد الإمام ابن الجزري، يبقى خلاص ضاع شرط التواتر. إنما لا، ده هو تذكروا كده وإحنا بنشرح في تراجم القراء إن مع كل إمام من الأئمة من أقرانه، من اللي نقلوا نفس هذه الإيه؟ نفس هذه الإيه؟ القراءة اللي هو نقلها نفس هذا الإيه؟ هذا الشخص. كذلك وانت جاي كده لما تيجي مثلا عند الإمام ابن الجزري، حتى في كتاب في كتاب الحلقات المضيئات أنا حاطط مع الإمام ابن الجزري في نفس الحلقة اللي فيها الإمام ابن الجزري فيها 25 من أقران الإمام ابن الجزري، وربما منهم من يتقدم عليه في هذا العلم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني المسألة لما نيجي نقول إيه؟ طب اشتهار قراءة، اشتهر الإمام الشاطبي بهذه القصيدة وخلاص أجمعت الأمة على إني مفيش لا بعدها ولا قبلها إلى الآن، طيب أجمعت الأمة على إني كذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كون إني شخص اشتهر في عصره بأنه هو الذي تميز ومن المبرز أو وهو المبرز في هذا الإيه؟ في هذا العلم، ليس معنى هذا إني مفيش معاه من نقل هذا العلم ومن الأئمة. هذه كما قلت في البداية أن القراءات الثلاث متممة للعشرة، يعني إحنا الآن مش هنشيل هم نبحث وندور في مدى صحة هذه القراءة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بس آخرنا يا دوب بس نحفظ خلاص، هم العلماء كفونا هذا الأمر، كفونا المشكلة دي، وهم خلاص جمعوا ورتبوا وغربلوا ونقحوا وعملوا لغلق. هو ده المتواتر، القراءات ما في هذين الكتابين، كتاب الشاطبية وكتاب الدرة أو في الطيبة، هذه القراءات الموجودة فيها بين دفتي هذا الكتاب هي التي يجوز القراءة والإقراء والتعبد به بس. وحتى برضو العلماء جمعوا لنا الشاذ من القراءات، قالوا خلي بالك هذه القراءات الشاذة التي لا يجوز نستنبط منها الأحكام، ولكن لا يجوز الإيه؟ التعبد بها، ولا تسمى إيه؟ ولا تسمى قرآنا. زي برضو إيه؟ العلماء اللي جمعوا الأحاديث الإيه؟ الأحاديث الصحيحة والأحاديث الإيه؟ الضعيفة. هذه أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي الإيه؟ الأخذ والتلقي، ما فيش عيه خذ وانت أعمى، لا ما فيش في الدين الإسلامي، لا هي عملية غربلة. حتى القراءة الثابتة الصحيحة المتواترة نجد من أئمة اللغة كما سبق اللي يجي يقف يقول لا ده دي ايه، ده دي مخالفة للإيه؟ للغة، هو يقصد ان لغته هو، انما يظهر له او يظهر للعلماء اللي يقعدوا ينقبوا تاني عشان يردوا عليه. وإلا لو كانت المسألة زي ما قال الراجل اللي هو مين اللي احنا كنا واخده ابن ادريس مش كده،
اللي كان يقول لك ان ده دية من الله تبارك وتعالى، ان يجي واحد يقول ايه لا 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 ده غير مخالف للغة، يوم يطلع له واحد تاني يقول ايه لا هذا ايه هذه صحيحة وهذه لغة فلان، ويستشهد بايه بأبيات على صحة هذه الايه، زي ما كده ايه المستدرك، المستدرك الحاكم مش بيقول لك ايه صحيح في الاخر، يقول لك صحيح وايه ولم يخرج، يعني ايه صحيح ولم يخرج، قالوا مين ابن الذهبي اللي هو استدرك على المستدرك، يجي يقول لك ايه لا والله ما هو صحيح ده فيه فلان وفلان، ده كانت سيرته كذا او كان كذا او كان كذا، هي ده هذا هي ايه عظمة الدين الاسلامي. ما فيش ايه، لو كانت المسألة من الاول خالص هذا كلام الله ولا يجوز، ان سواء موافق للغة ولا مش موافق للغة خذ وانت اعمى، ما تقولش اي حاجة، انت واخد بالك، لو كانت المسألة من الاول ما كانش يجيه واحد يقول ايه لا ده مخالف للغة، يطلع له كان يطلع يجي طالع له واحد تاني يقول له ايه لا ده موافق للغة ايه للغة قبيلة كذا او قبيلة كذا. هذه هي عظمة الايه عظمة الدين الاسلامي، ان المسألة ايه ما فيش خذ وانت اعمى، اولم يتفكروا اولم ينظروا اولم يسيروا، المسألة مفتوحة، مساحة مفتوحة، فكر شوف انت بعقلك، شوف ابحث في هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذا القرآن الكريم هي الكتاب الوحيد الذي تحدى به المولى تبارك وتعالى العرب والعجم والانس والجن، قل لئن ايه وانت واخد بالك، والتحدي ما زال قائم، هو التحدي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقف، ده الاول كان التحدي بالقرآن الكريم كاملا، نزل الى كام 10 سور، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، طيب نزل التحدي الى ايه سورة واحدة، ويصدق كلمة سورة على اقصر سورة في القرآن الكريم، سواء العصر او الكوثر او براحتك، عد الاحرف لكل سورة من هذه الايه من هذه السور، وما فيش الحد، التحدي كان وايه وما زال، هو لما طلع مسيلمة وقعد وايه اللي نزل على الرسول كذا، إنا أعطيناك الكوثر، يجي إنا أعطيناك الروح راح فصلي لربك وارتاح، ومش كله كلام ايه التنافر والكلام ملوش معنى، لا معنى له، إنما أقصر سورة في القرآن الكريم تجد فيها إعجاز، والإعجاز قائم والتحدي قائم بكلام المولى تبارك وتعالى. لذا مش عملية خذ وانت أعمى، لا لا ده فكر بقى دور بقى، هو لما رجع الوليد بن المغيرة لما رجع لهم بعد ما راح وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في العبارات بتاعته لما هو بيقوله ايه ما لك جئتنا بوجه غير الايه الذي ذهبت به، لما راح له قال له يا ابن اخي يعني ان كنت تريد سيادة سودناك علينا، وان كنت تريد مالا جمعنا لك وجعلناك اغنانا، وان كنت قاعد يعدد له، فهو في النهاية قال له انتهيت يا عم، انتهيت يا ابا الوليد، يعني بيتقرب اليه، فهو قرأ عليه ايه صدر سورة ايه فصلت الى قول المولى تبارك وتعالى ايه فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال حسبك، ورجع بقى الى الاجتماع اللي كانوا مستنين، فقالوا له ما لك جئتنا بوجه غير الذي ذهبت به، قال ايه فاكرين عباراته، قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمؤمر أعلاه مغدق أسفل، وقعد يمدح يمدح، قالوا صبأ أبو الوليد، ليه؟ لأنه لا هو الأول قال والله ما منكم من رجل أعرف بالإيه بالشعر ورجزه وقصيده مني، أنا رجل عارف بالبدي، والتحدي لاحظ إن إيه يعني ما قالناش إحنا دلوقتي جايبين واحد سحلوت كده رفيع نحيل كده زي العصاية وجايبين له مصارع عضلاته مفتولة ونقول له تحداه، لا يعني التحدي أساسا يكون إيه لما عايز تتحدى اتحدى تبقى في مقابلة، في مقابلة، التحدي كان بالقرآن الكريم اللي لأن دول أهل فصاحة وأهل بلاغة وهذه الأشياء، فالتحدي من جنس إيه من جنس ما برعوا فيه،
زي ما كان التحدي في عهد سيدنا موسى بالسحر، لان كانوا بارعين في الايه في السحر، التحدي في عهد سيدنا عيسى بالايه بالطب، لانهم كانوا بارعين في الايه بارعين في الطب. كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول كان شاعر ولا كان بيكتب شعر ولا ده ولا ده؟ على نتفكر وننظر. والى الان الاعجاز الكل يستقي من القرآن الكريم. فاحنا الان لسنا بصدد اثبات الصحيح والغير صحيح من القراءات، دي مسألة تكلم فيها أسيادنا العلماء وحسموها وقتلوها بحثا، خلاص انتهت. احنا الآن بس يا حيا الله كما يقولون نقدر بس نشيل اللي هم نقحوه كده وغربلوه جابوه لنا بس، وايه وكمان ده مش يعني مش عملية اني متناثر في الكتب ولا ده ولا ده، ده نظموه في منظومات يعني بيقدموها لنا كده، زي واحد كده جايب لك حتة اللحمة ومقطع لك عليها سلطة وحاطط لك ورق الخس وحاطط لك مش عارف ايه والمتبلات ودي ايه ودي ايه ودي ايه، عشان بس انت تقول ايه طب خلاص هاكل، مش حاطط لك كده صدمة كده قدام منك، لا ده المسألة ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة في كل نوع من العلوم الشرعية من ايه من يأخذ من يزين هذا العلم. ما هي مش دي من ضمن المنظومات التعليمية، المنظومات التعليمية اللي زي ألفية ابن مالك وزي مش عارف ايه واللي جالك في التجويد واللي ده، وكل واحد ايه يبص يشوف ده عمل ايه، يجي جاي واحد تاني ايه يحاول شاف المخترع يحاول هو بقى يبتكر. انتم منتبهين معي كل هذا؟ من الذي دفع هؤلاء الى فعل هذا؟ الله تبارك وتعالى، لان الحفظ من عند الله. يمكن لو كانت مسألة حفظ القرآن الكريم أوكلت لنا أسندت لنا ده احنا يمكن كنا ضيعنا وبدلنا زي دكم ايه بما استحفظوا، ما هم خربوا الدنيا عشان هم اللي ايه هم اللي استحفظوا. انما لا، دي بقى لا، ربنا سبحانه وتعالى لأن هذا الكتاب معجزة باقية خالدة إلى أن يرث الله، إلى أن يرفع من الصدور ومن السطور. أعاذنا الله وإياكم أن ندرك هذا، يعني هيجي الواحد يبص يلاقي الصفحات بيضة وما فيش في صدره اي شيء، الى ان يرفع. الكلام كلام الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من ايه هو انا نحن، وان للتأكيد والتأبيد، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. فاحنا الان يا احبتي ما علينا بس ده، مش هنتعب ونقشر البيضة، ده البيضة متقشرة ومنتهية وجاية لك محطوطة لك في طبق جميل وجنب منها شوية ملح عشان ما تقولش كمان اصل ده دلع. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم يسر. قال الناظم رحمة الله عليه: قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسلا. أول كلام الشيخ فعل أمره، وقال العلماء شراح، طبعا فاتني إن أنا في البداية أقول إن اعتماد في الشرح الدرة طبعا كثير شرحوا هذه المنظومة الكثير من العلماء، من الشراح اثنين من تلاميذ الإمام ابن الجزري، من شراح هذه القصيدة اثنين من تلاميذ الإمام الجزري، مين عندك اللي هو ايه محمد النويري، أبو القاسم محمد اسمه محمد ابن محمد النويري، هذا العالم الجليل من تلاميذ الإمام ابن الجزري وموجود في الأسانيد ومعروف، وهو اللي ايه اللي شارح الايه الطيبة متن الطيبة، ده من تلاميذ الإمام ابن الجزري، توفي سنة 897، كان من المعمرين رحمة الله عليه. لأن لاحظ 897 والإمام ابن الجزري ميت سنة 833، يبقى مات بعد شيخه بكم سنة؟ مين بسرعة يحسب؟ 897 من 833 الباقي كام؟
يعني عاش بعد شيخه 64 سنة. طب هو خد ده كان شيخ في حياة الإمام، يبقى كان عمره كم سنة لما هو أساسا عاش بعد الشيخ 4؟ وخلي بالكم اسألوني أنا في الجزئية دي، اسألوني فيها، لأني عشت مع عايش أنا مع أموات القراء بحكم إيه؟ حبي في تراجم القراء. وده وده تقدر تقول فوق 90% من أهل القرآن من المعمرين. أبقى هيجي لكم واحد إن إيه اللي عاش بحوالي 100 عدى 120 سنة كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبص تلاقيه في التسعينات وفي الميات وفي الثمانيات، يعني أبشروا أبشروا بخير. قليل جدا، قليل جدا إلا لي ابن القاصح، مش عارف إيه عدد بسيط اللي هم إيه اللي هم ماتوا الأعمار قصيرة. يعني لاحظ الآن لما نقول اللي جاي ده مات عمره اللي هو الزبيدي ده اللي هو شرح الإيه، عندنا أبو القاسم النويري ده له شرح، شرح على الدرة. الثاني عثمان ابن عمر الزبيدي ده برضو له شرح، وده من تلاميذ الإمام ابن الجزري، ده مات سنة 848 تقريبا. أنا حسبت عمره لأن مش محضر قدام مني تاريخ ميلاده، عاش حوالي 44 سنة فقط تقريبا، مات صغير هذا الرجل. عندنا برضو أنا بتكلم على شروح الإيه، على شروح الإيه المتقدمين. يعني أصل أنت لما تيجي تشرح في قصيدة يبقى دور على الإيه الأقدم فالأقدم حقيقة. اللي جاي بص أنت في اللي شرح استفاد من الإيه ممن شرح، ولكن الإيه الاعتماد على المتقدمين، وخاصة اللي خد من البزبوز، اللي خد من الحنفية مباشرة. ما تجيش بقى واحد ايه راح ملالك الدورة من الحنفية وراح كبلك في كوباية وبعدين الكوباية وصلت التاني، لا انت على طول تاخد من الايه ممن اخذ من الايه من البزبوز كده. اللي عثمان ابن عمر الزبيدي نسبة الى بلدته من اليمن اسمها زبيد، هي بالشكل ما نقولش الزبيدي لان هي ايه شكلوها او ضبطوها العلماء بفتح الايه الزاي وكسر الباء، الزبيدي. الزبيدي من دي مدينة من مدن اليمن، فيه شرح كمان برضو يعتبر من الشروح المتقدمة اللي هو علي بن محسن الرميلي، علي بن محسن الصعيدي الرميلي، ده توفي سنة 1130. الرميلي، الرميلي ده من الصعيد من عندنا بلدياتنا، اسمه علي بن ايه ابن محسن الصعيدي الرميلي، ده له اللي هو الايه المنح الايه المنح الالهيه في شرح الايه في شرح الدره. الى جانب اني الشروح الاخرى برضو في شروح موجوده للشيخ الضباع، وفي شروح موجوده كثيره كثير من شرحوا، ولكن انا ايه قلت دول الاقدم شروح. وحقيقة اللي عايز منكم يجيب شرح ويتمتع اللي هو شرح الرميلي ده. الرميلي ده يعني هذا الرجل حقيقة ابدع، جاب ايه الميزة اللي فيه انه يعني يجيب لك ممكن من كلام الزبيدي وممكن يجيب لك من كلام ايه النويري، يعني يجيب من كلام من تقدمه من ذكر اني انا هذا الشرح سبقني كذا وسبقني كذا وسبقني كذا، وهذا الشرح فيه توسع وفيه برضو ايه بعض اللغويات المفيدة في ضبط الايه. طبعا الدرة هتجيلكوا طبعا فيها ايه بعض الكلمات الصعبة، انما هذا الرجل حقيقة يعني ابدع في هذا الشرح. يبقى ايه في المقام الأول، لا أقول أنني أستبعد غير هذا من الشروح، في المقام الأول عندنا كم شرح؟ النويري، الزبيدي، الرميلي، خلاص انتبهوا معايا، النويري، الزبيدي، الايه الرميلي، دول اللي هي الأساسية.
إيه انا لما الاقي الكلام انا تعودت ان لو خدنا كلمه عباره من شخص من كتاب من الكتب بننسبها الى قائله عشان نقول ايه رحمه الله عليه، ندعي له بالرحمه كما تعودنا. وده منهجي اني ما اخدش اي عباره، العباره اللي اخدها زي ما هي كده اجي جاي مديها لكم، لان انا ما بقولش انا ايه انا شارح للايه للدره، انا ناقل لشروح الايه لشروح الدره. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والضهر كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.